أعلن الفنان حاتم عمور إصابة زوجته بمرض السرطان على صفحته الرسمية في الانستغرام. كنتمنى الشفاء العاجل لزوجة الفنان حاتم عمور، وداكشي علاش قررت اليوم نرسم الرسمة ديالي تكون هي آخر صورة حتى الفنان حاتم عمور على الانستغرام ديالو رفقة الزوجة ديالو بعد إعلانه عن مرضها. تابعوا معايا الفيديو.
هي غسمة ديالنا الفنان حاتم عمور والزوجة ديالو اللي كنتمناو لها الشفاء العاجل بإذن الله. إلى عجبتكم الرسمة ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد دائما، وما تنساوش أكثر عدد من اللايكات وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. شكرا لكم على تعليقاتكم وملاحظاتكم أسفل الفيديو، ولا بغيتوني نرسم لكم شي فنان مشهور ما تنساوش تخلوا لي الاسم ديالو أسفل الفيديو. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في رسمة مقبلة أو وصفة مقبلة بإذن الله.